هاي سوسو، عاملة ايه؟ كويسة؟ لا، ما قدرتش اجي النهاردة بقى عشان كنت في كايرو اد سكول بعمل ابليكيشن. ايه ده، ما حكيتلكيش؟ ازاي يعني؟ بصي يا ستي، دي كده سكول يعني هاخد فيها دبلومة كرييتيف بورتفوليو. مش بتعلم سوفت وير يعني، مش هتعلم بقى فوتوشوب والالستريتور والحاجات دي، خلاص لا، احنا عدينا المرحله دي. المرحله بقى في كرييتيف ثينكينج، ديزاين لاي اوت، اد فوتوجرافي، كوبي رايتنج، وبرده في الاخر في هاو تو يعني بيلد بقى يور بورتفوليو. فحلو، انت فاكره انت من ايام ما اتخرجت وانا كنت عماله بدور على حاجه كده، فاينلي لقيت واحده. يس، بس طالبين مني بقى فيديو اعمله. ليه انا عايزه اكون في كايرو اد سكول، وانسبيريشن لتر وريكومنديشن لتر، وابعت البورتفوليو. عملته بس محتاره قوي في الفيديو بجد، كل الافكار اللي بتجيلي قلشه. بس فكرت في ان انا اعمل بقى نفسي يعني الفيديو يبدا ايه، ان انا واحده شاطره جدا بقى في الديزايننج ومش عارفه ايه، وار دايركتور وعندي شركه وبشغل الديزاينرز ومش عارفه ايه وكده، وبعدين اصحى من النوم على اساس ان هو حلم يعني بحلم بيه، فافضل افكر بقى ايه يا ربي اللي هيوصلني لكده ومش عارفه ايه، فاروح تن كايرو اد سكول. طبعا قلشه جدا لان هي تبقى بتضحك، هبقى بريش بقى وحاجات كده، فهتبقى بتضحك جدا. مش بتضحك؟ طيب. وفكرت كمان، عارفه في البطه اللي هي الصفرة دي بتاعت باسم يوسف، فكرت احطها بقى في الفيديو. هي دايما بحس ان هي ليها علاقه بالكرياتيفيتي، ما اعرفش احطها كده بتتكلم بقى ولا مش عارفه. بصي مش قادره افكر. دخلت على الشانل بتاعتهم ولقيت بقى كام حاجه كده، مش عارفه، محتاره قوي يا سوسو، ساعديني. انا متاخره اصلا يعني، انا عامله الابلكيشن بقالي كتير قوي ومحتاره كل ده، مش عارفه اعمل ايه. تفتكري ممكن اغني بقى وارقص واعمل ووهو شو كده؟ ازاي جاي تسالني السؤال ده دلوقتي؟ ما انا قلت لك علشان هي يعني بصي انا اصلا دورت على الحاجات دي، دي الوحيده اللي لقيتها في مصر هنا بتعمل كده. انا كنت بدور على سكولرشيبس وبره مصر وكده، بس يعني ما نفعش ان انا اروح حاجه. لقيت ان هي بتقدم الحاجه اللي انا عايزاها، اللي انا مش لاقيها في حته تانية غير اكسبيرينس الشغل يعني. لقيتها هتبقى مفيده اكتر، هتخليني اروح للنكست ليفل اللي انا عايزه اتطور فيها. بس عشان كده انا متحمسه لها قوي بصراحه يعني. خلاص اوكي، انا هشوف كده موضوع الفيديو ده وابقى ابعته لك حتى. اوكي، يلا دعيلي. باي باي.